بما أن سلامة واجد تحب الأكل الآسيوي، قررت أنها في الإجازة تسافر الصين واليابان عشان تستكشف. هي. ما وصلت يا سلامة تنتبهين على معايير النظافة في الأكل، خاصة إنك تحبين التوفو ولا تشترينه إلا معقم ومغلف. التوفو الحين وايد على الموضة حول العالم، وللي ما يعرفونه هو شبيه بالجبنة لكنه مستخرج من حليب فول الصويا. هي. التوفو قليل السعرات الحرارية، في كل 100 جرام يعطي حوالي 80 سعرة حرارية، وتوصل نسبة البروتين فيه لين 10%. عشان شي البعض يأكلونه كبديل نباتي عن البروتينات الحيوانية. في دراسات تقول يا سلامة إن التوفو يخفف نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وممكن بعد يقلل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وترقق العظام. لكن هناك دراسات ثانية تحذر من كثرة استهلاك مشتقات الصويا، ولاحظت تأثير هالاستهلاك على الجهازين الهضمي والمناعي واضطراب الغدة الدرقية، وحتى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. فلازم الاعتدال وعدم المبالغة في تناول التوفو. عساكم دوم صحة وسعادة.